السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شكركم سوين ان شاء الله طيبين، مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير، تقبل الله. يقول لك بداية سنة غدا غدا اللي تحبه. ليان خالد. صارت ولا ما صارت؟ ثالث فلوق على التوالي، لا يوقف صاحب ريان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تعلم انت من تسويل سنابات وحاليا راح نبدا باسعار الدراسه والسكن. طيب اذا انت شخص تبغى تدرس لغه، اسعار المعاهد التجاريه كان معكم ريان خالد اللي بيسوي برزنتيشن بكره، خليكم دائما فعالين وايجابيين و السلام عليكم. سوي مره ثانيه اشوف. السلام عليكم، رجعت.